مسيرة حاشدة تخللتها أعمال عنف شهدتها مدن فرنسية عدة للتنديد بقانون الأمن الشامل. قوة الأمن استخدمت الغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق. مشروع القانون الذي يرى منظم الاحتجاجات أنه ينتهك الحريات ويهدف للنيل من حرية الصحافة والإعلام، تقول الحكومة أنه يسعى إلى حماية عناصر الشرطة الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكة التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة. من وجهة نظر معارض النص، فإن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لم تكن لتظهر إلى النور لو لم تلتقطها عدسات صحفيين وهواتف مواطنين، كما أكدوا أن القانون غير مجدي إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه. أما عن مشروع القانون فهو يقيد نشر صور ضباط الشرطة أثناء عملهم مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 45 ألف يورو على أي شخص ينشر صوراً لوجه ضابط شرطة أو درك أو أي علامة تعريفية أثناء أداء وظيفته من أجل إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به. كما يضع مشروع القانون إطاراً لاستخدام كاميرات المراقبة والطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب ومراقبة المظاهرات.